بسم الله الرحمن الرحيم نضرب مثالا بموسم رمضان من الناس من يتحرك في استجابته لله سبحانه وتعالى في رمضان حتى ان بعض الناس لا يعرف المساجد الا في رمضان واذا خرج رمضان تركوا المساجد أو ضعف إتيانهم إليها حتى قال بعض السلف في هؤلاء بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان ورب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها ومطلوب من المسلم أن يكون مستجيبا لله تبارك وتعالى في الشهور كلها وحياته كلها وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي داوموا على عبادة الله داوموا على طاعة الله إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى وأنتم على هذه الحال من الاستقامة والاستجابة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى Badal umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat, udur sakit, atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi diharapkan perjalanannya ke Mekah. Badal umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah pelaksana oleh Ustadz pembimbing yang berpengalaman satu pelaksana badal untuk satu jiwa yang dibadalkan. Biaya 2 juta untuk satu jiwa. Insya Allah amanah dan profesional.